في إحدى ليالي الصيف الجميلة والهادئة، كنت أستمتع بالنسيم وأتصفحل في سبوكي لأتطلع على آخر أخبار الوفيات في مدينة بليل وقد قاربت الساعة 12. شعرت ببعض الغراب، الجو أهدأ من اللازم بالنسبة إلى هذا الوقت من السنة، ثم تذكرت أن الوقت قد حان لخروج بعض الكائنات الليلية. أحسست بالجليد في جسمي وأني سأتقيأ من الخوف.